السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الحبيبة أمي من جديد بمقدمتها المعتادة دائما كالعادة، فيديو جديد ووصفة جديدة. اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف الخلق حبيب الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبقنا ديال اليوم وهو شوربة السمك. هاد الشوربة هادي هي في الأصل شوربة أسيوية، سوب أزياتيك، يعني تعلمناها من عند الأسيويين، هما اللي كيديروا هاد الشوربة ديال السمك، كانوا أول ناس كيديروها بهاد الطريقة هادي. أما حنا كنقدروا نديروا الشوربة ديالنا عادية، نيت بالفعل كنديروها اون سوب كريمي وكنلوحو فيها الحوت أو الكفتة أو اللحوم أو اللي موجود عندنا، لكن هاد الشوربة عندها طعم خاص وعندها نكهة خاصة اللي كتكون لذيذة 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 بزاف بزاف، ولو جربتيها سيدتي غتبقاي ديما كتصوبيها، وكل واحد عنده طريقة للتحضير ديالها، لكن هي عندها طريقة واحدة، ما كتجيش ثقيلة، لا تكستور ديالها ما كتجيش كريمي، كتجي خفيفة وما كتجيش يعني ثقيلة بزاف فيها خضر كثيرة أو فيها، كتكون بهاد الطريقة هذه. إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي تنحضروها جميع مع بعضياتنا، وأنا متيقنة سيدتي إلا درتيها غتبقي ديما تصوبيها. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ في تحضير أو في ذكر المقادير أو المكونات ديال هاد الشوربة هذه اللي غادي نديرو. هاد الشوربة هذه غادي نديروها بهاد المكونات، شيء قليل من الخضر ولكن الأساس فيها هو السمك. عندنا القرعة، البرو، الكرافس، الشامبينيون، السمك، وعندنا التوابل الملح والبزار والقزبر يابس والصوجة، زيت الزيتون، لافغميسيل أو الشعرية الصينية، وعندنا القشور ديال الكروفات وجوج المعالق ديال الزبده. لكن قبل ما نبداو كنوصيكم على الكروفات، ضروري ما تاخذوا كروفات ماشي ديال اللي كيكون في الفريغو، كروفات اللي كيكون جديد باش ما تكونش فيه ماده الامونياك، لان هذه الماده ديال الامونياك هي اللي كتخسر، كتعطي واحد الطعم خايب للكروفات وكنشمو فيه واحد الريحه ما زويناش. كيف ما قلنا عندنا نص كيلو ديال القرعه، عندنا واحد عرش واحد ديال الكرافس، وعندنا حبه واحده ديال البرو، وعندنا 100 غرام ديال الكروفات، وعندنا تقريبا شي 100 غرام ديال السيبيا اللي هي منقيه، وعندنا ثلاثة ديال القطع ديال لافغميسيل. هاد لافغميسيل انا حيت شيطه ليا من واحد البسيطلات ما بغيتش نضيعها، قلت نديرها في لاصوب وانتي كتاخدي لافغميسيل باقا جديده. وعندنا معلقه كبيره ديال السوجه، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، عندنا قشور ديال الكروفات، جوج المعالق ديال الزبده صغار ماشي كبار، وعندنا الشامبينيون نواخ. دائما بسم الله باش كنحضروا البركه في الشغل ديالنا وفي الطياب ديالنا، غادي نديرو معلقه صغيره كتكون عامره بطبيعه الحال، معلقه صغيره عامره ديال الزبده اللي كنحاولوا نذوبوها، كنبغيوها حتى تذوب ما كتبقاش هكا طريفات في الطنجره. انا كندوب الزبده وكنحكي لك على الكروفات. كيف ما قلت لك سيدتي هاد الكروفات اللي كتكون فيه ماده الامونياك ما خصكش تخليه في الثلاجه، ما تخزنيش في الكونجيلاتور نهائيا، ومن الافضل الا بغيتي تحافظي على الكروفات وتخليه مثلا واحد المده في الثلاجه عندك، كتحيدي ليه القشور ديالو وكتغسليهم بوحدهم باش كتستافدي بهم، كتحاولي تغسليهم مزيان وديريهم بوحدهم، والكروفات كيبقى منقي وكتحتفظي به حتى هو بوحدو. من بعد ما كتذوب لينا الزبده كنزيدو القشور ديال الكروفات وكنقليهم في هاد الزبده. الكروفات القشور ديال الكروفات كيف ما قلت لك كيتغسلوا مزيان،
اكثر من ثلاثه الخضرات اللي كنديروهم في الماء وكنعاودو نحيدوهم ونعاودو نديروهم ونعاودو نديروهم في الشبكه ونلقيو لهم الروبيني مزيان ونطلقو عليهم الماء، ومن بعد كنخليهم يتسقطرو وكنخزنوهم وكنبقاو نخدمو بهم. كاينين الناس اللي كينشفوهم وكيدكوهم، لكن انا ضد فكره ديال القشور ديال الكروفات يكونوا مدقوقين، وكل واحد وشنو كيدير. ومن بعد فاش كنقليو الكروفات كنزيدو عليه القرعه ونزيدو عليه البرو ونزيدو عليه الكرافس. والمهم في هاد الشوربه هادي وفي هاد الشيء اللي دايرين حنا في الطنجره انه خاصو يكون مدخن. كيفاش مدخن؟ يعني يبدا كنبقاو نحمرو فيه حتى كينشف، حتى كيطلق ديك العصاره ديالو كامله وكينشف وكيبدا يلصق لينا في الطنجره، لان حنا داك الدخان ديال هاد الكروفات وديال الخضر هو اللي بغينا، كيعطينا واحد النكهه فريده من نوعها، واحد النكهه اللي مشى تذق هاد الشوربه كيحسب له واش دايره فيها شي تتبيله خاصه ولا شي حاجه. وهما كاينين كيدور فيها ديك العطريه اللي كيقولوا عطريه ديال الاسيويين ديال الشينوا، لكن انا فضلت باش نديرها بهذا الشيء اللي عندي. الحاجه الوحيده اللي درتها يعني زايده وهي الصوجة اللي كتكون خفيفه، الخضر ديالي هي هذه، كنحاول ما امكن نقلب ما نخليهاش تحرق ولكن انها كتحمر، والريحه باش كيكون السمك جديد وكيكون نقي كيعطيك واحد الرائحه سبحان الله لذيذه، واحد الرائحه زكيه كتشهي كتقولي اش من وقت غادي نسالي هاد الطبق هذا باش ندوقو وناكلو. كنغطي عليها وكنخليها مازال تزيد حتى كتوصل لهاد الشكل هذا، يعني صافي ما بقاش فيها لا ما لا زيت وفيها واحد الريحه زوينه. وغادي نرويو، كنكونوا دايرين واحد الماء طايب تقريبا اترونس ديال الماء اللي طيب بحالاش غنعمرو به اتاي، وغادي يطلع لينا واحد اللون ديال الدخان يا سلام لذيذ وجميل لذيذ الطعم. شوفي سيدتي الالوان اللي كتطلع، هاد اللون هذا وهاد الشكل هذا وهاد العصارة هذه هي اللي بغيت تكون في هذه الشوربة، هذه هي اللي كتعطينا داك الطعم الفريد الأسيوي اللي احنا كناكلوه في المطاعم الكبرى. من بعد ما كندير عليها داك الماء طيب كنغطيها وكنخليها حتى تطيب مزيان، لانني غادي نطحنها، غنجيب واحد الميكسور اللي غادي نطحنها وسط الطنجره، ولا ما عندكش كديريها في الخلاط وكطحنيها وكتاخدي مجرد العصاره ديال الخضر وديال الطعم ديال الكروفات. بسم الله وعلى بركه الله، من بعد ما طحنا المكونات اللي كانت عندنا في الطنجره هزينا الطنجره ديالنا بطبيعه الحال، ما غسلتهاش، خليتها خويتها وخليتها باش نكمل فيها الطهي ديالي. درت جوج المعالق ديال الزبده صغار، او معلقه عفوا، معلقه غير هي كتكون كبيره كتكون عامره ماشي كبيره، وكندوب هاد الزبده هادي هي اللي غادي نشحر فيها السيبيا او الكالامار او اي نوع من الاسماك اللي عندك، ديري اي نوع من الاسماك غير هو المهم انها كتكون اسماك بيضاء. هاد السيبيا هادي بحالها تقريبا بحال الكالامار، غير هي فاش كتكون هكا صغيره كتقدري تشحريها بهاد الشكل هذا، لكن الا كانت كبيره فاش كتشريها حيت فيها الكبيره وفيها الصغيره، فاش كتشريها فاش كتكون كبيره خاصك هاد القطع هادو غادي تسدي عليهم في طنجره الضغط وغتخليهم طول ساعه
ومن بعد نيت كتاخذي داك ديك العصاره ديالها وداك الماء ديالها كتقدري تزيديه على الشوربه. وهكذا كنبقاو نقليو سيداتي فهاد السمك ديالنا حتى كيتحمر وكيتقلى. كنزيدو عليه الكروفيت. الكروفيت دائما كنديرو على الكروفيت فاش كنحطوه عافيه مهيله باش يطلق لينا ديك العصاره ديالو. وكنزيدو عليه الشامبينيون نوار وكنزيدو ديك لاسوب او ديك الخضره اللي كنا طحنا وخدينا غير الماء ديالها كنزيدوها حتى هي في الطنجره وكنزيدو عليها الا كانت عندنا قليله كنزيدو عليها شويه د الماء وكنخليوها كتغلى. وما ننساوش التوابل ديالنا اللي عندنا حتى هي كنزيدوها. وكتبقى المعلقه ديال الصوجة اللي قلنا كتكون خفيفه ما كناخذوش ديك الصوجة ثقيله كنخليوها حتى الاخير فاش غادي نبغيو نطفيو النار على الشوربه ديالنا. كنزيدو لا فيرميسيل اللي هي مقطعه بطبيعه الحال كيف ما قلت لك سيداتي انا هذه كانت شاطت عليا يعني بقات من بقايا واحد البسطيله قلت ما نضيعهاش نديرها في الشوربه ما نجبدش وحده جديده ونخليها لي. وانت سيداتي كتقدري ديري ثلاثه ديال القطع ديال لا فيرميسيل. وهكذا سيداتي حتى كتطبخ وكتجينا شوربه لذيذه لذيذه وكتكون في هذا القوام خفيف ما كتكونش ثقيله. كنتمنى سيداتي نكون توفقت في هاد الوصفه او في شرح ديال هاد الوصفه او في توصيل يعني الفكره ديال تحضير هاد الشوربه هادي. نهايه الوصفه او نهايه الفيديو هي هادي. كنتمنى سيدتي نكون فتك ولو بالشيء القليل. وما شاء الله انت سيدتي المغربيه من الناس الحدقات ومن الناس اللي لا يعلى عليهم في حدقتهم وفي نظافتهم وفي شغلهم. وتسنيني عندي شوربه ثانيه حتى هي ازياتيك ولكن كتجي بيضه كتجيب لا كريم فريش كتجيب البطاطس كتجيب السمك بشامبينيون نوار بشامبينيون المعلب كتجي لذيذه لذيذه بزاف بزاف. وما تنسينيش من الدعم ديالك لان الا ما كنتوش نتوما ما كيناش الحبيبه امي ولا ما كنتيش سيدتي ما كيناش الحبيبه امي. رمضان مبارك سعيد دائما بالصحه والعافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.